تفضل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريمه بحضور صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء الاحتفال الذي اقيم بمناسبه الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنه البحرينيه المستقله لتقصي الحقائق وذلك في قصر الصخير هذا اليوم يلقي معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه انه لا يطيب لنا بهذه المناسبه ان نرحب بالاستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني الذي يحضر معنا هذا الحفل تحت رعايه سيدي صاحب الجلاله حيث أقف متشرفا أمام جلالتكم لاستعراض الملامح الأساسية للجهود الوطنية التي بُذلت لتجاوُز آثار الأحداث التي استهدفت مملكة البحرين مطلع العام 2011. وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم حكمة جلالتكم وما تجلت من إرادة وطنية جامعة استطاعت المملكة أن تتجاوُز تلك الفترة الغريبة على البحرين وتاريخها الحضاري العريق. وقد عكست تقارير جهاز المتابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة في الأعوام 2012 و13 و14 هذه الجهود المخلصة، إضافة إلى ما يصدر من تقارير بشكل دوري، شهري وسنوي، وحتى هذه اللحظة من العديد من الجهات والمؤسسات المستقلة التي أنشئت خلال تلك الفترة، حيث أوردت بالتفصيل ما قامت به الحكومة من إجراءات وبرامج، وبما يعكس مدى جديتها وشفافيتها التامه في تنفيذ توصيات اللجنه البحرينيه المستقله لتقصي الحقائق. سيدي صاحب الجلاله، لقد جاء تشكيل اللجنه البحرينيه المستقله لتقصي الحقائق وقبول تقريرها، ومن ثم تكليفكم السامي للحكومه انذاك باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتنفيذ كافه التوصيات على اكمل وجه ليضع حدا فاصلا وحاسما لبداية تجاوز آثار تلك الأحداث بأفضل وجه ممكن، فكانت بذلك بادرة غير مسبوقة، وأنموذجا فريدا يقدم على معالجة مثل هذا النوع من التحديات، والانطلاق لتصحيح الأوضاع تكريسا لمبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. وفي ضوء ذلك التكليف، صدر الأمر السامي بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح وعضوية شخصيات بارزة يمثلون كافة قطاعات المجتمع من ذوي الخبرات القانونية والتشريعية وممثل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك تم تشكيل فريق للعمل الحكومي المكلف بمتابعة التوصيات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ثم تبعه لاحقاً صدور قرار بإنشاء جهاز متابعة تنفيذ التوصيات وتكليف وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف بمتابعه ذلك. وفي هذا الاطار فان حكومه مملكه البحرين قد التزمت باعاده الطلبه الى الجامعات والموظفين الى اعمالهم، وتمت التسويه المدنيه لحالات الوفاه والمصابين، مع عدم الاخلال بحق اللجوء الى المحاكم المختصه، وتم ايضا انشاء وحده التحقيقات الخاصه بالنيابه العامه، والامانه العامه للتظلمات بوزاره الداخليه، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، وإعادة المحاكمات، ومراجعة الأحكام أمام القضاء العادي، وإجراء تعديلات على العديد من القوانين، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتدريب السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومسؤولي إنفاذ القانون والمحامين، وتحقيق مبدأ بناء دور العبادة للجميع بشكل قانوني صحيح، وفي الأماكن المخصصة لها تبعاً للإشتراطات التنظيمية المعتمدة دون تعدٍ على أملاك المواطنين. كما قامت الحكومة أيضاً ببعض الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات. ويظهر الواقع الآن ما تحظى به هذه الأجهزة من ثقة عالية لدى المواطنين نظراً لما تتمتع به اختصاصاتها وأعمالها من استقلالية وشفافية وحيادية. وفي هذا الصدد أنوه بانتخاب الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام نائبا لرئيس الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، وكذلك منح المعامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة السيد نواف عبد الله حمزة جائزة المدعي العام لسنة 2015 من قبل الجمعية الدولية للمدعين العامين، وذلك تقديرا لدورهما وجهودهما المميزة في مجال العدالة. وكذلك منح الاتحاد الاوروبي جائزه شايو لتعزيز حقوق الانسان في منطقه الخليج للعام 2014 للمؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان والامانه العامه للتظلمات بوزاره الداخليه. سيدي صاحب الجلاله ان الحكومه ومن خلال عملها على تحقيق هذه البرامج والمبادرات واجهت عده تحديات اهمها اعمال الارهاب والعنف الذي استهدفت امن المواطن والوطن وسعت إلى تقويض منجزات الدولة الحديثة وعرقلة تقدم المشروع الإصلاحي والمساس بالسلم الأهلي وتقويض مرتكزات المواطنة والشرعية. وقد كشفت التقارير الأمنية عن وجود تدخلات غير مشروعة لأطراف إقليمية في الأحداث التي وقعت في عام 2011 في البحرين، وهو ما أكدته أحكام المحاكم في العديد من القضايا التي ضبطت خلال الأعوام الماضية والتي تضمنت تلقي تدريبات عسكريه خارج البحرين، فضلا عن ضبط العديد من الاسلحه والمتفجرات التي اثبت الفحص انها مماثله لتلك التي تستخدمها جهات تتبع تلك الاطراف، وهي تدخلات مثبته بالادله القاطعه، ولعبت دورا رئيسيا في تغذيه الارهاب والتخريب. وقد قابل تلك التحديات دعوه جلالتكم الساميه لحوار التوافق الوطني الذي تزامن مع تلك الظروف. لتؤكد فتح ابواب المشاركه من خلال المؤسسات الدستوريه فاتت مشاركه الاغلبيه الشعبيه في انتخابات التكميليه في العام 2011 رغم التهديد الارهابي الذي اعقب محاوله تعطيل السلطه التشريعيه بعد نحو شهرين من الانتخابات النيابيه في العام 2010 ومن ثم تعزز ذلك في انتخابات العام 2014 بحضور مختلف شرائح المجتمع واكتمال مشاركه الجميع وهنا نؤكد على أن نجاح مملكة البحرين في تجاوز ذلك المنعطف وما كان يرمى منه جاء ليعزز مرجعية ميثاق العمل الوطني الجامعة لكل البحرينيين وترسيخ ضمانة المشروع الإصلاحي لجلالتكم في رفض البناء والإصلاح المستمر سيدي صاحب الجلالة أمام مقامكم السامي لا بد من ذكر الكثيرين من ساهموا بجهودهم في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ولا يتسع المجال لذكرهم جميعاً ولكن لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير الخاص لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس فريق العمل الحكومي وكذلك لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من خلال رئاسته اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات والتي وضع أعضاؤها الموقرون تفاصيل خارطة الطريق لتنفيذ التوصيات ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق الرقل معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفه وزير الخارجيه والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام والسيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه والسيد هشام بن محمد الجودر وزير الشباب والرياضه والمستشار القاضي خالد محي الدين احمد الذي راس فريق التحقيق في لجنه التقصي وقدم المسانده الفنيه لجهاز تنفيذ التوصيات والسيد نواف عبد الله حمزة المحامي العام رئيس وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة والسيد نواف محمد المعاود الأمين العام للتظلمات والسيد محمد راشد الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني والآن سدانا خميس الزياني الوكيل المساعد بوزارة العدل رئيس جهاز متابعة تنفيذ التوصيات وكذلك الشكر والتقدير لأعضاء ورجال السلطة القضائية وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات المشاركة والمساهمة في تنفيذ التوصيات. كما نتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير لحكومة المملكة المتحدة على مساعدتها حكومة مملكة البحرين في إطار علاقات الصداقة التاريخية ودعمها هذه الجهود الوطنية الخالصة وخصوصا من خلال الخبرات والإستشارات التقنية المقدمة من مؤسسة سلين ومفتشية السجون البريطانية ومركز بنغهام لسيادة القانون والمدرسة البريطانية الوطنية للحكومة وكذلك الشكر موصول لجمعية المحامين الأمريكيين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدي صاحب الجلالة ومع وقفة الشكر والتقدير لكل من ساهم في جهود مملكة البحرين في تخطي هذه الفترة الاستثنائية وساند ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق يأتي الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني. من خلال رئاسته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وكذلك أثناء رئاسته المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية في سيراكوزا في إيطاليا والذي قدم دورات تدريب عالية المستوى لما يزيد على نسبة 50% من القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك القضاء العسكري وجهات إنفاذ القانون وهو التعاون الذي تم تعزيزه الان من خلال المعهد القضائي، وانه ليشرفني في ختام هذه الكلمه ان تسمحوا لي يا صاحب الجلاله ان ادعو سعاده البروفيسور محمود شريف بسيوني للتشرف بنيل وسام البحرين من الدرجه الاولى تقديرا له ولما قدمه من مسانده فليتفضل مشكورا. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة بمنح كل من سعادة البروفيسور محمود شريف بسيوني وسام البحرين من الدرجة الأولى والأستاذ نواف محمد المعاودة رئيس الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية وسام الكفاءة والأستاذ محمد الرميحي المفتش العام بجهاز الأمن الوطني وسام الكفاءة والأستاذ دان الزياني الوكيل المساعد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس جهاز متابعة تنفيذ التوصيات وسام الكفاءة وقد اعرب البروفيسور محمود شريف بسوني عن امتنانه واعتزازه بتشريفه بنيل وسام البحرين من الدرجه الاولى من قبل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين الوطني وصرح الوطني بان المملكه قد استطاعت بقياده جلاله الملك ان تتعامل مع احداث 2011 بحكمه واقتدار يعكسان رؤيه ملكيه ثاقبه واراده شعبيه ملتفه حولها تهدف الى الارتقاء بالمملكة وأكد البروفيسور بسيوني أن تنفيذ التوصيات قد تم في إطار جهود مخلصة من قبل جميع من حرصوا على أمن واستقرار ونماء هذا البلد وأنه لسعيد أن يكون أحد الذين ساهموا في تنفيذه في تنفيذها وفي ختام التصريح قدم البروفيسور محمود شريف بسيوني شكره إلى جلالة الملك على هذا التكريم متمنيا لجلالته ولشعب البحرين الكريم دوام التوفيق والازدهار في ظل المشروع الإصلاحي المستمر لجلاله الملك هذا وقد أكد البروفيسور محمود شريف بسيوني أكد أن قرار إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كان يمثل علامة فارقة في تاريخ إنشاء تلك اللجان لا سيما وأنها قد ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دوليا بالحيدة والكفاءة والاستقلال وأشار البروفيسور بسيوني لأن الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تمكنوا من إتمام أعمالهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة وكافة الأجهزة المعنية الأمر الذي نتج عنه صدور تقرير اللجنة الذي حاز على قبول كافة الأطراف المحلية والدولية مما يؤكد على أن قرار إنشاء اللجنة كان قرارا حكيما وشجاعا من جلالة الملك واضاف انه قد وقف اثناء هذه الزياره على اخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنه وتبين له ان الحكومه قد التزمت بتنفيذ التوصيات المتعلقه باعاده الطلبه الى الجامعات والموظفين الى اعمالهم وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الاخلال بحقهم في اللجوء الى المحاكم المدنيه المختصه وتم ايضا انشاء وحده التحقيق الخاصه بالنيابه العامه ومكتب المفتش العام بجهاز الامن الوطني ومكتب الامانه العامه للتظلمات واعاده المحاكمات التي تمت امام محاكم السلامه الوطنيه ومعاقبه المخطئين وتعديلات القوانين وخاصه الاجراءات الجنائيه والعقوبات وتدريب ضباط الشرطه والقضاه واعضاء النيابه العامه والمحامين وتصحيح وضعيه دور العباده المخالفه واضاف بسيوني ان الحكومه قامت ايضا ببعض الاجراءات الاضافيه مثل انشاء مفوضيه لحقوق السجناء والمحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لايه انتهاكات وهذا ان دل على شيء فانه يدل على وجود عمل جاد نتج عنه تجاوز احداث 2011، كما اضاف ان حكومه جلاله الملك قد قامت بوضع الاليات والبرامج اللازمه والتي من شانها تعزيز اللحمه الوطنيه بين كل مكونات الشعب البحريني وكذلك الارتقاء بقدرات العاملين في الاجهزه الامنيه. واضاف البروفيسور بسيوني انه قد اطلع اثناء هذه الزياره على العديد من التقارير الامنيه التي لم تكن متوفره انذاك. عند اعداد تقرير اللجنه البحرينيه لتقصي الحقائق والتي تشير الى وجود تدخل لاطراف اجنبيه اقليميه واشار البروفيسور بسيوني الى ان البحرين قد خرجت من مرحله صعبه وان الحكومه تعاملت مع تلك الاحداث من خلال منظومه متكامله من الاصلاحات والاجراءات الفاعله التي ادت الى تجاوز احداث عام 2011 في ظل اوضاع ومتغيرات جديده شهدتها المنطقه. وأن البحرين ماضية قدما في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كان الأمر الملكي الذي أصدره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتكليفها بمهمة التحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين والنتائج المترتبة على تلك الأحداث خطوة شجاعة وحكيمة من ملك لم يعرف عنه العالم إلا بأنه رجل القرارات الحكيمة خطوة رائدة لم يسبقه أحد إليها حتى تلك الدول الكبرى التي تتظاهر بها دفاعها عن الحريه وحقوق الانسان خطوه تحدثت عن نفسها باقدام وقوه امام العالم هذه اللجنه التي كانت سابقه لم تتكرر والتي انفردت بانها انشئت بقرار من اعلى سلطه في مملكه البحرين من جلاله الملك المفدى ولم تنشا بقرار دولي كبقيه اللجان التي تشكل في بعض الدول جعلت البحرين تفتح ذراعيها للعالم وتضع الحقيقه امامه دون ان يكتنفها الغموض وال ولو للحظه واحده جلاله الملك المفدى ومنذ اللحظات الاولى لانشاء هذه اللجنه اصدر اوامره الساميه لجميع الجهات المعنيه بالتعاون اللامحدود مع اعضائها وان تكون كل الابواب مفتوحه وان يكون الطريق امامهم معبدا حتى تخرج اللجنه بتوصياتها دون ان يعترضها اي نوع من الصعوبات البروفيسور محمود شريف بسيوني الذي كان يراس عمل هذه اللجنه كان يدرك في كل مره ان الحكومه البحرينيه تبذل قصارى جهدها لتذليل كل الصعوبات امام اللجنه حتى بعد الانتهاء من عملها وتقديمها للتوصيات الى جلاله الملك المفدى في حفل حضره كبار الشخصيات المحليه والخليجيه والدوليه حيث اشاد في تصريح سابق الى مركز الاخبار واثناء حضوره الى احدى جلسات اللجنه الوطنيه المعنيه بتوصيات اللجنه البحرينيه المستقله لتقصي الحقائق والتي شكلت هذه اللجنه بامر من جلاله الملك المفدى لمتابعه تنفيذ التوصيات اشاد بالتزام الحكومه بتنفيذ هذه التوصيات. والله اللجنه طبعا عندها توصيات وجلاله الملك وافق على التوصيات عموما واسند التنفيذ الى هذه اللجنه الوطنيه وهذه اللجنه قائمه بالعمل. وانجزت الكثير في التوصيات وهناك عمل مستمر الحكومة التي سعت جاهدة إلى تنفيذ ما تمخذ عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نالت كل الإشادات الدولية سواء من خلال الوفود الرسمية والجمعيات الحقوقية وأعضاء الكونغرس أو حتى من خلال التقارير التي تصدر من قبل هيئات أممية دولية جميعها كانت تثني على ما حققته مملكة البحرين من جهود في سبيل تنفيذ التوصيات اليوم تعود مملكه البحرين لاستقبال البروفيسور محمود شريف بسيوني ليقف على اخر التطورات ليجد ان الحكومه قد التزمت بتنفيذ التوصيات المتعلقه باعاده الطلبه الى الجامعات والموظفين الى اعمالهم، وصرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الاخلال بحقهم في اللجوء الى المحاكم المدنيه المختصه، وانشاء وحده التحقيق الخاصه بالنيابه العامه، ومكتب المفتش العام بجهاز الامن الوطني، واعاده المحاكمات التي تمت امام محاكم السلامه الوطنيه ومعاقبه المخطئين وتعديلات القوانين خاصه تلك المتعلقه بالاجراءات الجنائيه والعقوبات وتدريب ضباط الشرطه والقضاه واعضاء النيابه العامه والمحامين وتصحيح وضعيه دور العباده المخالفه بسيوني أوضح من خلال زيارته اليوم أن حكومة جلالة الملك قد قامت بوضع الآليات والبرامج اللازمة والتي من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني وكذلك الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية مضيفا أنه قد اطلع أثناء هذه الزيارة على العديد من التقارير الأمنية التي لم تكن متوفرة آنذاك عند إعداد تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي تشير إلى وجود تدخل لأطراف أجنبية اقليمية. بستوني اشاد في زيارته اليوم الى ان البحرين ماضيه قدما في عمليه الاصلاح وان اهداف توصيه اللجنه البحرينيه المستقله لتقصي الحقائق قد تحققت وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاح لجلالة الملك وأن الخطوة التي اتبعتها البحرين جعلت المجتمع الدولي يقف تحية اعتزاز وتقدير وجعلت البحرين بتجربتها الرائدة نموذجا تقتدي به كل دول العالم